السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة السعاد السوسية. اليوم غنعمل السفة. عندي هنا الشعرية ديال السفة يا والزيت، شوية ديال الزيت المائدة وشوية ديال الزبدة. للتزيين عندي هنا اللوز مطحون وشوية ديال القرفة والسكر كلاصي. نبداو بسم الله. كناخد الزيت وكنخلطها باش تدخلها بزاف الزيت. صافي، ونعملوها تفور. من بعد ما تفورت كناخدو الماء طيب، الماء طيب بزاف، كنخوي عليها وهي في الكسكاس مباشرة. الماء راه كيبان لي هنايا، ها هو الماء هنايا، وكنبقاو نخلطوها مع داك الماء. من بعد ما شربت داك الماء وكنصفيوها، كنهزو فقط هاد الكسكاس وكنكبو داك الماء اللي في الطبسيل، وكنزيدو له شوية الزبدة. ونحركوها صافي. من بعد ما تذوب ديك الزبدة ونعملها تفور. من بعد ما فورتها كنزيد لها شويه د الملح مع شويه د الماء، والزبده شويه د الزبده اللي بقات لي.
بقيت كنحرك فيها حتى شربت داك الماء والزبدة، وغنعملها تفور. من بعد ما فورتها ها هي طابت، ها هي كيف كتشوفوا، ما معجنة ما حتى حاجة. ها هي وغنزينها باللوز، اللوز مطحون. سكر كلاصي غربلتو باش ما يكونش فيه دوك الكويرات. القرفة من بعد ما زينتها.